معانا سيادة النائبة الدكتورة نشوى رائف، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، الطاقة والبيئة. معالي النائبة، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا دكتور. الله يخليك، منورانا ومنورة برنامج مصر في كلمتين. ده شرف ليا، برحب بحضرتك وبرحب بضيفك الكريم وبرحب بالسادة المشاهدين، وكل عام وحضرتك والمشاهدين ومصر كلها بخير وأمن وأمان إن شاء الله. يا رب يا فندم. احنا متابعين حضرتك من فترة يا معالي النائبة، ما شاء الله دايرة البداري أسيوط. ايوه فعلا، ما شاء الله عامله طبعا الوحدات الصحيه والاهتمام بالمستشفى، وشفنا بعض الاجهزه ما شاء الله عليك يعني. الحقيقه وصل مؤخرا في مستشفى البداري جهاز مقطعيه مستشفى البداري المركزي، ده الحقيقه يعني كان عمل نقله كويسه للمواطنين، وكانوا يعني كنا في حاله فرح شديد الحقيقه. ما شاء الله عليك. نرجع بقى لموضوعنا، بصفتك ان انت عضو لجنة الطاقة، قول لنا بقى، في بعض اشاعات بتتقال الوقت حاليا عن خلال صفحات الفيسبوك، وبعض الناس بيقولوا ان المحروقات هترتفع والكهرباء ان شاء الله هترجع تاني تخفيف احمال، ايه رأي حضرتك يا معالي النائبة في الكلام ده؟ الحقيقة ما فيش اي يعني مصدر رسمي بيقول الكلام ده، احنا لينا فترة بيقولوا كل شويه في الدايره كل منزل يقولوا لي هو في تخفيف احمال هيرجع تاني، اقول لهم لا ما فيش الحاجه دي، ما يعني ما فيش مصدر رسمي بيقول كده. الحقيقه في ناس بتروج اشاعات عايزه تعمل بلبله في الشارع، لكن الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. ما فيش منه اساس من الصحه؟ لا لا لا, لا اي مصدر من وزاره الكهرباء ولا من مجلس الوزراء بيقول انه في تخفيف احمال. تمام يا فندم. قول لنا بقى موضوع انبوبه الغاز النهارده اللي شغل الشارع المصري كله، راي حضرتك يا معالي النائبه؟ الحقيقه والله يعني دايما الحكومه مع المواطن ودايما يعني بتحاول تدعمه، بس هي زي ما حضرتك عارف هي المحروقات طبعا مش زي السعر العالمي ابدا اللي بره، فبنشيل تدريجي كده، بس اصلا انبوبه الغاز مدعمه، يعني انبوبه الغاز اصلا ب 600 جنيه مكلفه الدوله 600 جنيه. يعني هي التكلفه الفعليه 300 جنيه اللي هو رفع ال 50 جنيه بقت وصلت ل 150 جنيه للمستهلك حاليا. بالظبط. لكن في طبعا في سوق السوداء بيبيعها اكتر من كده، بس الحقيقه اللي هي من في المستودعات ب 150 جنيه. ما دي اللي احنا بنطالب بيها معالي النائبه، ان يكون في رقابه للاسواق، ولسه بتكلم مع ضيفي العزيز طبعا معالي الوزير الدكتور رفعت الضبع، بنتناقش في حته ان لازم يكون في دور رقابي للدوله، او يكون السوق مراقب بشكل افضل من كده، لان الاسعار النهارده بقت صعبه على المواطنين يا معالي النائبه. يعني كان معالي رئيس الوزراء كان اتكلم كذا مره في موضوع الرقابه على الاسواق ده، وعندنا اللواء هشام ابو النصر الحقيقه دايما بينزل الاسواق، واحنا بدورنا الرقابي بننزل ونشوف